إنهم ينتظرون الفجر. مهداة إلى روح الشهيد الزنجي الشاعر بنجامين ملويز. إنهم ينتظرون الفجر لاغتيال كلماتي. طوقوا كتبي، قرأت شعرا، صار طفلا أصبح يتيما. طردوني من قصيدتي، أجهضوا أبياتي، نزفت كل كلماتي، فأصبحت كتابا محظورا. إنهم ينتظرون الفجر لاغتيال كلماتي، فبعد ساعات من الصفع والمنع والقمع وأشياء أخرى يسمونها بالتحقيق، اتهموني بقتل شرطي، والحجة كتابي، قصائدي، خنجري. سافرت عبر دموعي، رأيت وجهي في مرآة الجرائد والمجلات، قرعت أبواب شعبي، وجدت قلمي وأوراقي، فكتبت شعرا، شعرا صار شعبا. إنهم يترقبون بشرتي لاغتيال حقيقتي، عقيدتي، لكن عقيدتي شعبي، ولشعبي كتبت شعرا. عند مطلع الفجر باسم الحرية سوف يصفق شعبي للنصر، للشعر وللحرية.